ما نشكش في النزاهة تاع الجميع. اولا انا نقول باللي فريق شبيبة القبائل يستحق الفوز تاعه. الفوز كان فوق الميدان، الكل كان كما يقول لك احنا ما كناش في اليوم تاعنا. التحكيم جيد، حكم الله يبارك السيد مشهرية اللي ادى دور كبير، الترحاب كان كبير، كل كانت الظروف مواتية، لكن احنا ما عرفناش كيفاش نديروا باش نجيبوا نتيجة إيجابية. ارتكبنا بعض الأخطاء اللي لازم نصحوها، هذه هي. فيما يخص البيع والشراء، احنا ما زايدينش في هذا لو ميليو. احنا اوني دون ان ميليو دوناتي، اوني دي بيرسون انتيغ.